وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سائل من اليمن يسأل، يقول أنه له ابنة خال يريد أن يتزوجها، لكن جدته التي هي جدتها أيضا أرضعته مع خاله الذي هو عمها، فهل يجوز أن يتزوج منها؟ نقول المقرر شرعا أن الرضاعة محرمة، 5 رضعات مشبعات يحرمن، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وعليه فأنت عمها من الرضاعة، ولذلك يحرم عليك أن تتزوجها. وصل لهم عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا بعيدة آخر جمعة في رمضان لعام 42 و400 و1000 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام، لـ50 بقين منهم. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع متنة المسلمين أجمعين، واحفظ والدتي وارزقني برها، واختم لنا بخير، ووفقنا لصيام وقيام رمضان وقيام ليلة القدر يا عزيز يا رحمن. تم الكلام، ورب ذا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ألا حاق أمرنا ورق عود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.